حريق ضخم يلتهم عدد من السيارات فوق جسر جولة عمران شمال صنعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اندلع حريق ضخم اليوم الثلاثاء فوق جسر جولة عمران شمال صنعاء، وأدى إلى احتراق عدد من السيارات. وقالت مصادر محلية إن الحريق اندلع في سيارة كانت واقفة على الجسر وتحمل برميل بنزين، مما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من المركبات الأخرى. وأضافت المصادر إن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا، وإن فرق الدفاع المدني ما زالت تحاول إخماد الحريق. ولفتت مصادر إن فرق الدفاع المدني لم تصل إلى موقع الحريق إلا بعد مرور ساعة من اندلاعه، وهو ما أدى إلى تفاقم الحريق وانتشاره إلى عدد أكبر من السيارات. سلم يا رب سلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.